بنو عامر لا تقوم شوكتها على رجل منها، بل تعتمد على أبطالها وما أكثرهم. وها أنت يا مالك، وها أنت يا أربد. دعانا من هذا الكلام واذكر ما سنقوله للملك عندما نلقاه، فقد اقتربنا من دياره. النعمان بن المنذر لا يحتاج لأن نقول له، فهو يعرف لبني عامر أقدارهم، ويعرف لماذا نزوره وماذا نطلب منه. لكن لا تنسى ذلك الحية الرقطة. تعني ربيعة بن زياد العبسي؟ هل غيره أعني؟ فلطالما دس لنا عند النعمان. بودي لو أغمدت سيفي في صدره، ولكنه لا يفارق الملك. والملك يحبه كثيرا، بل ويؤثره على غيره. لقد تمكن من قلب الملك حتى أنه يؤكله في طبق واحد. ويحك يا زرجون، إنك لا تنسى أبدا أنك تاجر. انظر يا ربيع، انظر كيف يزن التفاحة كأنه يبيعها. الطبع غلاب يا سيدي النعمان، الطبع غلاب. لو لم أكن تاجرا ناجحا أكنت تشرفت بمجالسة مولاي الملك. إنك لا تجلس معي فحسب يا زرجون، بل تآكلني وتنادمني. بفلوسي يا مولاي، بفلوسي. قطع الله لسانك ولسانك يا ربيع. دعه يا ربيع، دعه، إنه لا يكتفي أن يأكل طعامي فيأكل أموالي أيضا. لقد أخطأت حين اتخذتك شريكا. عفوا يا مولاي، أنا أكل أموالك؟ إنما أنميها لك، أتجر فيها وآتيك بالربح، وأنت جالس على عرشك يا مولاي. لم تعاني الحر ولا البرد، ولم تخش قطاع الطريق. وهل يجرؤ قاطع طريق على التعرض لقافلتك يا كاذب؟ كل العرب تعرف أن قافلتك هي قافلة الملك، فلا تتعرض لها قبيلة عربية. لقد ذكرتني يا ربيع، لقد أخبرني كبير الحرس أن وفد بني عامر قد وصل لديارنا، ولا بد من لقائهم. إنهم قوم لا يقرون بالمعروف ولا يعترفون بالجميل. أنت تكره بني عامر يا ربيع. أنت لا تفهم الناس يا زرجون. أنا لا أفهم الناس؟ أنا تاجر يا ربيع، تاجر. أتعرف معنى تاجر؟ أول مميزات التاجر معرفة طبائع الناس حتى أستهويهم وأبيع لهم. الربيع لا ينسى ما كان بين قومه وبين بني عامر من حروب. إني أخلص لك الرأي يا مولاي، فبنو عامر قوم غدر. والنار ما أعرف أقدر منك يا ربيع. إن بهم لشوسا وكبرياء، فهم لا يرون أحدا أفضل منهم، وبخاصة أبو البراء عامر بن مالك وعامر بن الطفيل، والذي يأبى أن يفد على الملك لشدة كبريائه. كفى يا ربيع، ولنعد التفاح أفضل. بل قل للمال يا زرع. هيئوا أنفسكم حتى ندخل على الملك في منظر كريم. تولى أنت الحديث معه يا أبا البراء، واحذر أن يستفزك الربيع بن زياد. احذرا أنتما، فالملك لا يفرط فيه ولا يسمح بإساءته. وهل سيصحبنا ابن أخيك؟ لا، بل يبقى هنا حتى نعود. ولماذا؟ ربما لا يستحسن الملك دخوله علي. يا ابن أخي،
يا ابن أخي. لبيك يا عم. لبيك. سنذهب للقاء الملك، فابقى هنا حتى نعود. لا تحزن يا أخي، فالأيام أمامك ممتدة، وسوف تواتيك الفرصة لمقابلة الملك. لا بأس يا أخي، لا بأس. هيا بنا إلى قصر النعمان. لقد حان دخول وفد بني عامر يا مولاي. فليدخلوا. فليدخل وفد بني عامر. نعمت صباحا أيها الملك العظيم. أبيت اللعنة أيها الملك. نعمت صباحا أيها الملك. نعمتم صباحا يا وفد بني عامر. يا ربيع. لبيك يا مولاي. لا تنسى أن تنجز ما أمرتك به. لا، لن أنسى يا مولاي. وامر زرجون أن يستعد للرحلة بالقافلة. سمعا وطاعة يا مولاي. كيف حالكم يا بني عامر؟ بخير في ظلك يا مولاي. لابد أن التعب قد نال منكم لطول الطريق. من يشرف بلقاء الملك لا يشعر بوعثاء الطريق. الملك يرغب أن تجم اليوم ويلقاكم بعد ذلك. من حق الملك وحده أن يصرفنا من مجلسه يا ابن زياد. أنا أتكلم بلسان الملك يا عامر. لم نعرف ذلك من قبل يا ابن زياد. أراكم غدا يا عامر بن مالك. كما شئت يا مولاي. لقد قتلت الرجل يا ربيع. أنا لابد من إذلال كبريائه يا مولاي. لو وجد فرصة عليك لقتلك. لا يجرؤ يا مولاي وأنا في ظلك. احذر يا ربيع. رأيتم ما فعل من الملك؟ لقد لقينا أبشع لقاء. لم أكن أعهد هذا منه. ما حدث ذلك منه إلا بفعل تلك الحية الرقطاء. والله لو أتتني الفرصة عليه لانتهزتها ولتركته مدرجا بدمه. سهن يا أربد. لقد فهمت يا عم، إنكم تكتمون عني شيئا. لا يا أخي، لا، ما كتمنا عنك شيئا. بل كتمتم، والله إن لم تخبروني لراعيت لكم ولا حافظت لكم متاعا. ما كتمنا عنك شيئا يا ابن أخي، لكننا ما أردنا أن نسوءك في خالك الربيع بن زياد. إن خالك أفسد ما بيننا وبين الملك، فكتمنا عنك هذا الأمر لأنه خالك. ليس خالي بأعز عندي من أخي وأعمامي، فاتركوا أمره لي. وماذا ستصنع له وهو فارس عبس؟ لن أقتله فهو خالي، ولكني سأفسد الأمر بينه وبين الملك. كيف؟ وبما؟ بلساني وشعري. ما عهدناك شاعرا يا ابن أخي. اجمعوا بيني وبينه عند الملك وسترون ما أفعل به. ما عهدتك تقول الشعر يا أخي؟ ستسمع ما يسرك يا أربد ويطيب له قلبك. إذن دعنا نختبرك ونسمع قولك. صف لنا ذلك النبات الذي نسميه التربة. مم.
هذه التربة لا تذكي نارا ولا تؤهل دارا ولا تسر جارا، عودها ضئيل وفرعها كليل وخيرها قليل، أقبح البقول مرعى وأقصرها فرعى وأشدها قلعى، بلدها شاسع وآكلها جائع والمقيم عليها قانع، فألقوا بي أخا عبس أرده عنكم بتعس وأتركه من أمره في لبس. كل يا ربيع، فما أنت واجد في ديار عبس مثل هذا. وهل يوجد في ديار عبس شيء سوى الشيح والقيصوم؟ في ديار عبس الرماح والسيوف التي تنوشك لولا حماية الملك لك. مولاي. نعم. مولاي الملك، بودي أن تعيد الربيع إلى دياره. لماذا يا زرجول؟ لأخلي له المكان يا مولاي. لا لا يا ربيع، بل لتخشوشن، فهناك لن تجد سوى حليب الشاء والإبل فتعود إلى أصلك، فقد تراخت أعضاؤك من طيب المأكل والمشرب. والعرب، العرب لا تصلح إلا ما يصلح لإبلها. هذا لسان الحسد يا مولاي. لا، ليس الحسد فحسب، بل الحسد والحقد ينوشان قلبه. وفد بني عامر يا مولاي. فليدخلوا. إياك يا ربيع أن تتحرش بوفد بني عامر، فقد يقودك ذلك إلى حتفك. ولا تنسى أن عامر بن مالك هو ملاعب الأسنة، فحذاري أن يلعب بروحك. أبيت اللعنة يا مولاي؟ مرحبا بك يا عامر. من هذا الفتى؟ ابن أخي ربيعة وأخو أربد، جاء معنا ليحظى برؤية الملك. لم يبق إلا الأطفال تدخل على الملك. أنا طفل؟ أيسمح لي مولاي أن أرد عليه كلامه؟ قل يا فتى، هذا حقك. شكرا يا مولاي. أكل يوم هامتي مقزعة، يا رب هيجا هي خير من دعا، نحن بني أم البنين الأربعة، سيوف حز وجفان مترعة، نحن خيار عامر بن صصصة، الضاربين الهام تحت الخيضعة، والمطعمون الجفنة المتعدعة. مهلا أبيت اللعن، لا تأكل معه. رائع رائع يا فتى رائع. ماذا تقول؟ ثكلتك أمك. قم، لا تأكل معنا بعد اليوم. مولاي مولاي، إنها فرية. لا تسب الفتى، واخرج الآن وارحل لديارك. فليس لك مقام بعد اليوم معي. مولاي، خذه يا زرجون واصطرف معا. مولاي. أما أنت يا فتى فسل حاجتك وحاجة أهلك. لا حاجة لنا إلا رضا الملك عنا يا مولاي. كل حوائجك مقضية يا سيد بني عامر. بارك الله فيك يا مولاي. أما أنت يا فتى فلك مني 10 نياقل من النوق العصافير. ما زالت يمينك ممدودة بالعطاء يا مولاي، وما زال نجمك ساطع ضياء.
يا عامر. لبيك يا مولاي. اصحب هذا الفتى كلما وفدت علينا. اربعوا صاحبتكم السلامة واحضر غدرة الربيع يا ملاعب الأسنة. إنه لا شيء يا مولاي بعد أن رفعت حمايتك عنه. أمر مولاي. تفضل يا سيدي. أقبل إلي يا ابن أخي، أضمك إلى صدري. من اليوم أنت شاعر العامريين يا أخي. لقد أخزيت الرجل يا ابن أخي، وكنا نظنك أن أنا عامري رغم أن أمي عبسية، وما كنت لأنتصر لأخوالي على أعمان. نعم الحر أنت يا ابن أخي. ولكن لم نسمعك قبل اليوم تقول الشعر. كنت أقوله وأكتمه حتى أسقله. ومن اليوم أذع شعرك، فأنت أشعر أهل البادية جميعا. إذن اسمعوا مني. قل واسمعنا يا ابن أخي. وهذه أيضا للربيع. قل يا بني. ربيع لا يسك نحوي سائق، فتطلب الأذخال والحقائق، ويعلم المعيا به والسائق. ما أنت إن ضم عليك المأزق، إلا كشيء عاقه العوائق. إنك حاس شربة فذائق، لا بد أن يغمز منك العاتق غمزا ترى أنك منه زاهق. إنك شيخ خائن منافق، بالمخزيات ظاهر مطابق. لا فض فوك. قل وأذع يا ابن أخي. اليوم وجدت من يذود عن القبيلة بلسانه. يا ابن الطفيل، ليتك كنت معنا عند الملك النعمان لتشهد أخيك وهو اجلس اجلس. أنت تعظف يا عامر ابن مالك وكدي ودأبي، فأنا لا أحب ارتياد قصور الملوك وخاصة الملك النعمان ابن المنذر، لأنه قرب إليه عدونا الربيع ابن زيار. ما عاد الربيع قريبا من الملك النعمان. لقد طرده من مجلسه كما يطرد الكلب الأجر. فقد أصابه أخي في مقتل. نعم. حجه بقصيدة جعلت الملكة يطرده. نعم، لن يعود الربيع إلى قصر النعمان. لقد استحمق عليه وكتب قصيدة إلى الملك يقول فيها: لئن رحلت جمالي لا إلى سعة، ما مثلها سعة عرضا ولا طولا، بحيث لو وردت لخم بأجمعها لم يعدل ريشة من ريش سمويلا. ترعى الروائم أحرار البقول بها، لا مثل رعيكم ملحا وغسويلا. فاثبت بأرضك بعدي واخل متكئا مع النطاسي طورا وابن توفيلا. لقد جن الربيع بن زياد
وورد موردا فيه هلكته. لقد تجرأ وسب الملك وتوعد. لقد بلغ به الحمق أن باه الملك بأرضه الجرداء. لن يفلت من يد النعمان. لقد رد عليه الملك بما لا يدع مجالا للصلح بينهما. فماذا قال الملك للربيع؟ قال: شرد برحلك حيث شئت، ولا تكثر علي، ودع عنك الأباطيل، فقد ذكرت بشيء لست ناسيه. ما جاورت مصر أهل الشام والنيل، فما انتفاؤك منه بعدما جزع هجو المطي به نحو ابن سمويلا؟ قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ فالحق بحيث رأيت الأرض واسعة، فانشر بها الطرفة إن عرضا وإن طولا. بورك فيك يا ابن أخي، فقد ألحقت الخزي بالربيع وزدت فقطعت سيلته بالملك. فيما تفكر يا أبتي؟ في أمر بلغتنا أخباره يا ابنتي. أي أمر يا أبتي ذاك الذي يشغلك إلى هذا الحد؟ أمر ذلك الفتى الذي جاء في قريش يدعو الناس لعبادة إله واحد. وما الذي يشغلك من أمره يا أبتي؟ لقد جاء بكلام جديد على العرب، ما سمعت مثله رغم بلاغته. وهل بلغك شيء من كلامه يا أبتي؟ لقد بلغنا الكثير عنه يا ابنتي، حتى عاده قومه وأخرجوه من ديارهم، ولكنه صمد لهم. وإلى أين كان مخرجه؟ كان مخرجه إلى يثرب، ولقد صمد لقومه حتى استطاع أن ينتصر عليهم، ودخل مكة فاتحا، ودخلت قريش في دينه. لما جمعتم القبيلة يا عمرو بن مالك؟ هل حدث شيء يسيء إلى القبيلة أو إلى واحد من رجالها؟ لم يحدث شيء يا ابن الطفيل. فما الأمر إذن؟ لعلك قد بلغك ما كان بين محمد وآله من قريش. لقد فتح محمد مكة ودخلت قريش كلها في دينه. وماذا يعنينا في هذا الأمر؟ يعنينا أن القبائل من حولنا بدأت تدخل في دين محمد، وها هي الوفود تمر بنا في طريقها إلى يثرب. وما شأننا بكل ما تقوله؟ أنت شيخنا، ولا يصح أن نحكم أمرا دون رأيك. فماذا تريدون؟ أن نفذ على محمد نتعرف ما عنده، فإن أعجبنا اتبعنا، وإن لم يعجبنا عدنا دون أن نعطيه الكلمة. والله لقد كنت قد آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبه. أفأنا أتبع هذا الرجل من قريش؟ هذا لن يكون أبدا. لقد تبعته معظم القبائل يا ابن الطفيل، وآن لنا أن نفكر في أمرنا حتى لا نفاجأ بجيوشه، فقد أخذ يدعو إلى دينه حتى الملوك. حسناً حسناً، دعوني أذهب إليه لأعظف ما عنده، ثم أتيكم بالخبر اليقين. لك هذا، ولكن... ولكن ماذا يقول شاعرنا في هذا الأمر؟ أقول: إنما يحفظ التقى الأبرار، وإلى الله يستقر القرار، وإلى الله ترجعون، وعند الله ورد الأمور والإصدار. كل شيء أحصى كتابا وعلما، ولديه تجلت الأسرار. يوم أرزاق من يفضل عم، موسقات
وحفل أبكار. إذن فأنت على رأي قومك. أنا على ما يقوله العقل يا ابن الطفيل. سنحكم العقل في الأمر، وفي غد سأخرج إلى يثرب ومعي أربد بن قيس وجبار بن سلمى، فهما صاحباي دائما في السفر. أنا أفضل أن نرحل جميعا يا قوم. ما بك يا ابن الطفيل؟ قد شغلني أمر محمد يا إربد، ولا أجد غيرك لي ساعدا وعضدا فيما عزمت عليه. وما الذي عزمت عليه؟ عدني ألا تبوح لأحد بما سأقوله لك. أعدك أعدك، فهات ما عندك. سأقتل، أعني أننا سنقتل. ماذا قلت؟ قلت أننا سنقتل محمدا. كيف؟ ورجاله حوله؟ سأطلب منه أن يخلو معنا. وبعد؟ أشغله أنا بالكلام وتضربه أنت ضربة من الخلف لا يقوم منها. وهل ترى أن أصحابه تاركينا؟ بنو عامر سيدافعون عنا، ولذلك سأحثهم على أن يكثروا الوفد، فإذا ما اضطروا للقتال قاتلوا عن ثقة. خطة لا بأس بها. اتفقنا اتفقنا. وستجد مني ما يسرك. والله إنها لضربة واحدة ننجز فيها ما لم تستطع قريش أن تنجزه. انظر انظر يا ابن أخي أخاك وابن الطفيل. لاحظت أنهما يتساررانِ كثيراً. إنني أخشى غدر ابن الطفيل. وماذا يستطيع أن يفعل؟ إن محمداً بين أهله وأنصاره، ولو حاول ابن الطفيل الغدر بمحمد صلى الله عليه وسلم لناشته سيوف الأنصار والمهاجرين. بل قل لناشتنا السيوف جميعاً. ولماذا تنوشنا نحن؟ ألسنا أهله ووفده؟ إن محمداً جاء بالرحمة والعدل، وما أظنه يعاقب غير المذنب يا أبا براء. لقد وفدت إلى محمد من قبل، ولقد رأيته بين أصحابه، ووالله ما كسرى بين حشمه وخدمه مثله، ولا هرقل في ملكه مثله، وما أرى أصحابه يسلمونه لشيء أبدا. لماذا لم تسلم حين وفدت إليه من قبل؟ قلت له يا محمد أنظرني، فأنظرني، وكنت أود أن آخذ رأيكم وأستطلع طلعكم. ورأى محمد فيك خيرا فوثق بك وقبل إجارتك لأصحابه. أجل يا ابن أخي، يومها قلت لمحمد يا محمد لما لم تبعث رجالا من رجالك إلى أهل نجد يدعون الناس إلى أمرك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم أهل نجد. فقلت له أنا لهم جار، فابعثهم يدعون الناس إلى أمرك. فوثق بك وبإجارتك لأصحابه، وبعث 40 رجلا من أصحابه. فلما نزلوا بئر معونة استصرخنا عليهم عامر بن الطفيل، فلم يجبه عامري واحد، فعلمنا أنك أجرتهم. ولكن بني سليم وعصية ودعل ودكوان أجابوا القوم وقتلوهم ما عدا 3 رجال. لذلك فأنت تتوجس شرا من ابن الطفيل. أجل، إنه رجل غادر فاجر. لا تخف عليه من ابن الطفيل، فإن لمحمد رب يحميه. أنت
ها قد بلغنا يثرب يا آل عامر. نستجم هنا قليلا، نشرب ونسقي دوابنا ونصلح شأننا، ثم نتوجه إلى محمد في مسجده. لا بأس بهذا الرأي، فلا يجمل بنا ندخل على محمد ونحن على هذا الحال شعث غبر. كنت أود أن نلقى محمدا في التو. لا تتعجل يا بني، فلنسترح قليلا. إنك لن تلقى قيصرا أو كسرى يا ابن الطفيل، وإنما تلقى محمدا، الرجل الذي يفتخر بأن أمه كانت تأكل القديد في مكة. إن كنت في عجلة من أمرك فاذهب أنت ومن تشاء. وأنت؟ سأتبعكم بعد أن أتهيأ. إذن فلنذهب. وليلحق بنا ولا تطل المكث هنا. حسنا حسنا اذهبوا. أنا سأبقى مع أبي براء. حسنا هيا. ما زلت أخشى الرجلين. لا تخشى شرهما، وسيرتد كيدهما إلى نحرهما. هيا بنا. هل أنت على ما اتفقنا عليه؟ أجل، ولن أحيد عنه قيد شعره. إنما هي ضربة واحدة من ضرباتك وينتهي الأمر. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام. الحمد لله. الحمد لله. وبرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت وضاءته يا عم؟ أرأيت رقته وحلمه؟ إنه محمد يا ابن أخي، ولو كان رجلا غيره لقتلني ثأرا لقتلى بئر معونة. انظرا إلى هناك، إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الطفيل وأربد يتجهان نحو مجلس رسول الله. انظرا، لقد غيرا ملابسهما. أجل، ها قد وقف أمام رسول الله، وها هو عامر بن الطفيل يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يرد عليه دون أن يرفع إليه وجهه الكريم. انظر إلى أربد، إنه يدور خلف رسول الله. لا تخشى يا عم، لا تخشى على رسول الله، لا تخشى عليه. رسول الله يرفع يده الكريمة رافضا شيئا يقوله ابن الطفيل. ابن الطفيل وأربد يبتعدان عن رسول الله. لقد جن ابن الطفيل. يا مالك، اخرج واسمع ماذا يقول رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. أما والله لأملأن عليك الأرض خيلا ورجالا. سترين يا محمد من أكون. أنا عامر بن الطفيل. أنا عامر بن الطفيل. أرأيتم يا بني عامر كيف تكون نهاية البغي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. لقد مات عامر بن الطفيل سيد بني عامر غريبا في بيت امرأة سلولية. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. لقد مات ابن الطفيل غريبا مصابا بغدة في رقبته كغدة البعير. كان يصرخ قائلا: أغدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة سلولية؟ والله إنني لا أخشى على أخي أربد، فقد شارك عامرا في مؤامرته، وإن لم يستطع تنفيذ دوري في هذه المؤامرة. أين أربد؟ لم أراه منذ أن عدنا من مدينة رسول الله. لقد اعتزل الناس، ويقال أنه رحل اليوم
ليبيع بعيرا له. أسأل الله أن يهديه للحق. خولة، ماذا بك يا خولة؟ ماذا جرى لعمك يا أربت؟ جاء رجل كان يرافقه وذكر أن صاعقة نزلت من السماء فأحرقت عمي أربد وجمله فماتا. ماذا تقولي؟ بلينا وما تبلى النجوم الطوالي وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. وقد كنت في أكناف جار مظلمة ففارقني جار بأرض دماغ. ولا نزع إن فرق الدهر بيننا وكل امرئ يوم له الدهر فاجر. وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حلوها وبعد بلا. أبتي أما كفاك؟ أجزع بعد أن من الله عليك بالإسلام؟ لا يا ابنتي، لا جزع بعد اليوم، وأشهدكم الله أن لا شعر بعد اليوم وبعد هذه القصيدة. ماذا فعلت برسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ أرسلت إلى الشعراء المقيمين بالكوفة وطلبت منهم أن يكتبوا إلينا كل شعر قالوه في الإسلام. أما جاءك رد منهم؟ أرسل إلينا الأغلب العجلي قائلا: أرجزا تريد أم قصيدا؟ لقد طلبت هينا موجودا. هكذا الأغلب دائما، ما أكثر شعرا. وماذا قال لك الشاعر العامري؟ إنه بالباب ينتظر الإذن بالدخول عليك. أي إذن يا أحمق؟ أسرع وادخله وارفق به. مرحبا بك يا شيخ بني عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالجلوس. شكرا يا أمير. ماذا تريد مني يا أمير؟ الخليفة عمر بن الخطاب كتب إلينا أن نرسل إليه كل ما قاله الشعراء في الإسلام. ما قلت شعرا بعد أن أسلمت، فهل يروق لكم شعر الجاهلية؟ لا، إنما نريد شعر الإسلام. إذن خذ هذا يا أمير. ما هذا؟ هذا ما أبدلنيه الله بالشعر، إنها سورة البقرة، كتبتها بيد العاجزة، فابعث بها إلى أمير المؤمنين، فإن آية واحدة منها تبطل كل ما قالته العرب من شعر ونثر. كان السفير إلى الملوك وكان شاعرهم وكان في الجاهلية ثم في الإسلام في أعلى مكان. كان السفير إلى الملوك وكان شاعرهم وكان في الجاهلية ثم في الإسلام في أعلى مكان. نصف اسمه نصف اللبيب وبنصفه الثاني اليدان. اللام والبيداء إن جمعا فذاك هو البيان.
نصف اسمه نصف اللبيب وبنصفه الثاني اليدان اللام والنبيب.